السؤال الثالث اللي معانا النهاردة، سائل بيقول: لو هناك مسألة خلافية، الأفضل أن أأخذ بالأحوط أم بالأيسر؟ ولو أخذت بالأيسر أنا باخد الأجر كاملا أم منقوص؟ يعني سؤال غاية في الجمال. في المسائل الخلافية بين الفقهاء، بين الفقهاء مش بين بين بعض الفقهاء وبعض أهل الجهل، لا، في المسائل الخلافية بين الفقهاء بين العلماء هناك منهجان معروفان في التعامل مع الرأي الفقهي. أول منهج هو أنه أصحابه بيقولوا الأخذ بالأحوط اللي هو الاحتياط. المنهج ده بيهدف إلى إيه؟ بيهدف إلى أن احنا نصحح العبادة بتاعتنا على قول الجميع، يعني قول جميع الفقهاء، وليس مذهب دون آخر. يعني يحاول ياخد الرأي اللي يتواءم مع جميع آراء الفقهاء في جميع المذاهب دون مذهب بعينه، ويعتمد على اختيار الرأي الذي يعني قد يبدو في الظاهر أنه هو الأشد. المنهج الثاني في التعامل مع المسائل الخلافية اللي بتكون بين الفقهاء هو الأخذ بالأيسر اللي هو التيسير. المنهج ده بيعتمد على اختيار الرأي الأخف والأكثر يسرا تخفيفا عن المكلف ورفع الحرج عنه والمشقة، يرفع الحرج والمشقة عنه. ولا شك إن الخلاف المعتبر كله داخل تحت مظلة الشرع. يعني إيه الخلاف المعتبر؟ يعني الخلاف اللي قائم بين الفقهاء والعلماء المجتهدين. يعني إنما اختلفت في هذه المسائل الفقهية آراء الفقهاء فيها باعتبار أنظار المجتهدين، بحسب باعتبار فهمهم للنصوص الشرع الشريف. من هنا قال يعني العلماء أهل الاجتهاد وأهل الفقه اختلفوا بناء على فهومهم للنص الشريف، فهذا الخلاف بنسميه عشان كده خلاف معتبر. يعني دول أهل علم، أهل تخصص، اختلفوا في فهمهم للنص، وده حقهم وده من رحمة الله تعالى بالمكلفين، فلهذا سمي خلافا معتبرا. مش يجي واحد مش متعلم مش متخصص يقول لك أنا بتاع تنوير وأنا بتاع، وبعدين يقعد يتكلم بغير علم ويقول لك أنا أخالف أبو حنيفة وأخالف مالك. أبلغت من العلم كما بلغوا حتى تقول إن أنت كذا؟ هل وصلت إلى مرتبة أنك من أهل الاجتهاد؟ لا طبعا. عشان كده بنأكد على قضية إيه؟ أن يكون من أهل الاجتهاد ويكون من العلماء، ونسمي ذلك الخلاف الفقهي بين العلماء خلاف معتبر، لأن كلهم على صواب إن شاء الله تعالى. ليه برضو؟ لأنهم أهل تخصص. وبنأكد ونقرر إن الشخص العادي يعني اللي هو مش متخصص العامي مذهبه إيه؟ مذهبه هو مذهب من يفتيه، ومن هنا دور عمل المؤسسات الإفتائية. ولذلك الفتوى احنا بنشوف انها بتتغير بتغير جهاتها الأربعة، بتتغير الفتوى بعوامل الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، بعوامل الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. اللي قد نفتي به فلان يتغير في شأن الآخر، اللي عايش مثلا في أوروبا غير اللي عايش مثلا في مصر، اللي عايش في مكان في شرق آسيا غير اللي عايش في جنوب أفريقيا، الزمان من 10-15 سنة غير دلوقتي. فكل ده بيأثر على العملية الإفتائية، فبتكون في مؤسسات علمية هي اللي بتقوم بعمل العمل الإفتائي، وهي اللي بتفتي العامة في شؤونهم. عايزة أنبه على مسألة مهمة، وهي إن لما يجي شخص يبتلى بشيء يعني وعايز فيه الرأي الفقهي، اختيار المكلف للأشد من باب الاحتياط في الخلاف المعتبر إنما هو من باب الورع، والورع ده باب واسع، ويعني من باب الورع وهو واسع، وهو أيضا من التقوى. وهناك فارق بين الفتوى والتقوى. يعني أنا النهاردة اتعرض قدامي في المسألة
رأيين. فأنا أخذت بالأشد، أخذت لنفسي أنا لما سمعت إن في المسألة رأي فلان ورأي فلان، فأخذت بالرأي الأشد. أنا خدت كده ورعا وتقوى. ده اختيار شخصي، ما نقدرش نفرضه على كل الناس، لأنه ما يتيسر على سين يعمله قد لا يتيسر على صاد أن يستطيع أن يقوم به. فلازم يكونوا الناس في أريحية، لأنه الحياة ثقافات وأنماط، وفيها وتخضع لاختلافات في البيئات والثقافات والأحوال وغيرها من المسائل التي تغير الفتوى. وبننبه برضو على إن المكلف سواء أخذ بالأحوط بالرأي الأحوط أو أخذ بالرأي الأيسر، كلاهما جائز لكونهما مبنيان على فهم صحيح، على فهم صحيح للدين واستناد إلى دليل معتبر. الأجر كامل بإذن الله تعالى ما دامت النية صادقة، سواء أخذت بالرأي الأشد أو أخذت بالرأي الأيسر. هنضرب مثال عشان الأمور نطلع من الكلام النظري إلى المثال، إنه بالمثال بيتضح المقال. مثلا يعني الصيام في قضية أو مسألة الصيام في السفر. الصيام في السفر مسألة خلافية بين العلماء. هناك من العلماء من أجاز بعضهم الفطرة في السفر ولو لم يكن هناك مشقة شديدة، بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ده رأي، بينما رأى آخرون إن الأفضل، الآخرون من أهل الفقه، مش الآخرون مش من بقول آخرون من العلماء المتخصصين، شافوا إن الأفضل الصيام إذا لم تكن هناك مشقة. اللي مسافر ده الفريق التاني ده قال لك ما تصوم، لو انت قادر تصوم وما فيش مشقة عليك ما تصوم. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صام في السفر أحيانا. فجيت أنا النهاردة مسافر، أخذ برأي الذي قال بأن أنا أفطر أخذا بالرخصة، ولا بمن قال بالأحوط والذي اعتبر لبعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والاثنين رأيين موجودين، هذا قول النبي وهذا فعل النبي، وهناك من العلماء من أخذ اختار هذا الرأي، وهناك من أهل الاختصاص من اختار هذا الرأي. أنا مسافر النهاردة، فإذا أخذ المسافر ده بالأحوط وهو الصيام في السفر فله أجر، هياخذ أجره. لكن هو خد بالأحوط وبالأشد حيطة، هياخد أجره وقد يضاعف هذا الأجر لحرصه على الصيام وعدم ترك الفريضة في وقتها، وخاصة إذا كان ده الصيام بيقوم أو هو بيأديه بيتم من دون مشقة كبيرة. وكذلك إذا من أخذ الشخص اللي مسافر النهاردة وقال أنا هاخد بالأيسر، وهو إن أنا أفطر وبعد كده أقضي، وهو الإفطار يعني في السفر، فإنه لا ينقص من أجره شيء بإذن الله تعالى، لأنه أخذ برخصة شرعية مشروعة. والله سبحانه وتعالى بيحب إن العبد ياخذ بالرخصة اللي ادهاله، فيقوم بعد ذلك بقضاء ما أفطره بعد عودته، ويكون قد عمل بالرخصة كما أمر الله تعالى. يعني احنا شفنا المثالين، الفارق هنا وهنا هاخد الأجر، لكن اللي أخذ بالأحوط قد يضاعف له الأجر، لأنه كان بالنسبة له الصيام أثناء السفر يسير، مش هيبقى فيه مشقة، احتاط في أمره، اجتهد مع نفسه بتفضيل أو باختيار رأي من هذين الرأيين، وكل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر طاقة العبد يتوجه إلى الرب بما افترضه عليه. وديننا دين اليسر. الله تعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. فده من شريعة هذا، من روح هذا الدين، التيسير على المؤمنين والمؤمنات، بحيث أن أنا أقدر أؤدي العبادة بتاعتي، أنه أقدر أؤدي العبادة الآن وأنا في حال الاستقرار، أقدر أؤدي العبادة وأنا يعني مقيم مش مسافر، وأنا أثناء المرض إداني إزاي أقدر أقيم وأؤدي العبادات، إزاي وأنا مسافر، إزاي وأنا مريض، إزاي وأنا صحيح. الأحكام تدور
مع المكلف على حسب طاقته واستطاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوفيق. اللهم آمين، ونلقى حضراتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.